خلص باكلها باكلها باكلها، بس الله يخليكي لا توجعيني. ما بدي ايدك، بدي جنبك. جنبي ما بصير بايدي. ما بصير، دكتور قايل بالعضل. ايه شو عليه هاي عضل؟ شوفي شكيني اياها. هلا بدك تلعبي معي؟ ديري خلصيني، رح يروح تعقيم الابره. اي روح كبيها، ما بدي الابره. اوف ما بصير، هي اوامر الدكتور. خيلك شو بتتعنطصي شو نزاع؟ اختي هي مو مستشفى خصوصي وانا خصوصي. كبيها للابره، ما بدي اياها. ما بصير يا ام محمود، ما بصير، لازم تاخدي الابره مشان تطيبي بسرعه. بدي تعطيني اياها بايدي. خلص ديري ام محمود، لا تاكلي هم، انا هون ما حدا بيسترجي يقرب عليها. رح دير انا ابن عمي، رح دير، بس انت خليك برا. تفضلي هي درت لي، خدي يلا تفضلي. شيلي ايدك هي. ما بقدر. وليش بقى هيك؟ ما بقدر. انت ما بتتدخلي ولا لك علاقه باي شيء ثاني، فهمتي؟ انتي لي ديري، درت لك لو اعرف شو قصه اللوح الخشب اللي بتعب شقافي كل هالقد، ومانك قدراني تتركي لحظه وحده. شوفي حبيبتي، وتذكري انه في يوم من الايام ام محمود قالت لك هذا الكلام. ايدي ما بشيلها، عجبك اضربيني الابره ما عجبك، هي مستشفى خصوصي انا قاعده فيها لاني خصوصي، وانا ذات نفسي خصوصي. امري لله، رح اضربك اياها، بس ما مشاني، مشان الدكتور ما يزعل. وجعت ما الله عافيه. فتاح لا ادقيق بس لغطيها. فتاح هلا فتاح. صار شي؟ صار شي؟ لا ما صار شي، اطمن كله تمام. شو هو اللي تمام؟ بدك ما في شي، عم يطمن على الابره اذا انكسرت ولا ما انكسرت. إيه لا الحمد لله ما انكسرت. الحمد لله. ربي شو دبك. مرحبا. كيفك؟ كان نايم هيك مغمض عين ومفتح عين. قلت لك ليش هيك نايم؟ قال لي اخذت نص حبه منوم. جميل انت هون؟ ايه هون. كيفك؟ الحمد لله. ام محمود كيفها؟ منيحة عن جد؟ رح اطمن عليها. ان شاء الله سلامتك ام محمود، ان شاء الله ما عم يوجعك شيء. لا الحمد لله ما عم يوجعني شيء. الحمد لله، وان شاء الله ما عم يوجعوا شيء. لا كمان هو يوبشني ما عم يوجعوا شيء. الحمد لله. شو هو اللي ما عم يوجعوا شيء؟ لك ما في شيء متحسين، كله بتدعسي من الخير فيه. عم تطمن انا على قلبي، مو مجلوطة انا، عم تطمن انا. سلامة قلبك، ان شاء الله معافى. شوفي ام محمود شو جبت لي؟ جبت لك معي برتقان وتفاح وعصير كوكتيل من يلي بحبهم قلبك، وجبت لك معي فروج مشوي ريحته بتشهي، وان شاء الله ما تكوني غديتي. منين اجاها هلا كل هالكرام؟ صحيح مالها بخيله، ايه بس مو هيك، اكيد بكره رح تقدم لي فاتوره مرتبه. بس على مين؟ ما عرفانة مع مين علقانة، رح يطلع نقبة على فاشوش وهلا باكل الطعم عالسنارة. شو هالهمة؟ لو كانت امها المريضة ما كانت اعتنت فيها هيك، بس لانه في من وراها طبة ليش لا؟ حلال عالشاطر. انا كمان لازم دير بالي على ام محمود اكتر مشان تكون حصي اكتر. خلي عنك اختي ام طارق، انا بطعميها الفروش بايدي. روحي شوفي جوزك قاعد مع المريضات. معلش حبيبتي انتي ارتاحي، انا بطعميها لام محمود بايدي. لا انا بطعميها. لا حبيبتي انا بطعميها. لا بايدي. لا اختي انا بطعميها. لا شبكم شبكم. لا انتي ولا هي، هلا بطالعكم لبرا انتو تنتين. ايش بخيطو؟ ايش بك مبحتي؟ دي انا قاعده بمستشفى خصوصي وبفلوسي، ايش بك مبحتي هالبحته؟ انا رايحه عيط للدكتور، انت استفلوا منكم انا، ان شاء الله بسمح لها تاكل الفروج كله. قال انطمزي قال. طعموني حبيبتي، طعموني حبيبتي. نكتك حلوة، احكي لنا واحدة تانية. واحدة تانية؟ في واحدة ايه في الا في واحد من عنا، هذا توفى ابوه بعيدا عنك، قاعد بالتعزاية عرفتي، هو من عنا.
نفس البلد. يا إيه قاعدين عند الفيو هو عم يبكي يا أميرة كذا بتعرفي شلون بيساوي بتاع زي ضل عم يبكي يا أمير خلوا خلص طول ما قال أمير قال خلص يا أخي طولها بتطول قصرة بتقصر قال له عرفتها بطاطا حلوة حلوة احكي لكم وحدة ثالثة يا ريت ماني حافظها يا حيط قريته صحة وهنا خدي هاي كمان ام محمود نقيت لك تفاحه 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 بيدي انا هنا اشري لي هاي هاي لا هاي لا هاي ايه اذا ما بيصير سؤده ايه ام محمود تكرم عينك شو سئلي بعدين وما سئلي انا جايبت لك ياهم لتاكليهم كلياتهم صحه وهنا والله ما نهيني هالهناء عرفاني نقطه ضعف ام محمود وعرفاني شلون تستغلها مزبوط أنا لازم أتصرف قبل ما هناء تحتل قلب أم محمود كله ما يبقى لي إرني أحسن شيء ومتصل بأبو تحسين خليه يشتري صدن كنافة بقشطة ساعتها منشوف مين بده يتربع بصدر قلب أم محمود عن إذنك أم محمود خمس دقايق وراجعت لك إيه روحي عفوا ما تحسين شو هاد؟ شو هاد؟ شو هاد؟ شو في؟ مو أنت بتقولوا الفواكه مسموحة؟ مسموحة بس ما كل هالقد لح مو انتو بتقولوا كلوا فواكه جيدا لان الفواكه مفيدة جدا صح مفيدة ميدني. هاتي شو اللي زعجك انتي؟ ليش مزعوجة؟ ليش عينك ضيقة؟ انا عيني ضيقة؟ ايه ضيقة عينك ضيقة قلت عيني العقربة مثل بيقول كل شي بيزيد عن حده بنقلب ضده حلو حلو خيطه انتي قلتيها ليكني ايش زدت؟ ليكني لساتني مثل ما انا هنا ليكي بطني زايد شي بطلتا مثل ما هو شو بدك انت تصطفلي ذنبك على جنبك شغله بتاكليهم كلهم كانك راح تنطفي يضحكونا معكم على شو عم تضحكوا ما مش يعني مثل ما بيسالش علي ابدا وانت ما تروح تاكل معهم؟ أنا شبعان من شوفت عيونك يا فزفز ولا بتشوف عيني أبدا أنا بدي أفهم هلأ أنت مرة ولا لا؟ أنا رجع رجعت انطمزك الله معك يا أم محمود لبقى ترجعي لهون مرة ثانية الحمد لله على سلامتك يا أم محمود الله يسلمك إن شاء الله آخر مرضى إن شاء الله ان شاء الله يا ام محمود عمرك ما بتقولي الاخر ان شاء الله وتعيشي بالعز والجاه ما شاء الله صايره شاعره هلا اهم شيء انك تنفسي تعليمات الطبيب يعني طالعه من البيت قبل 10 ايام ما في اقبرني انا اصلا وين بروح وين بجي مالي حدا بعرف مالك حدا بس هي زياراتك من بيت شقاع لبيت رقاع خففي لي اياها بطلي يا احسن حاجه بقى تقلي من بيت شقاع لبيت رقاع كتر الله افراحكم خلاص لا تستقبل حدا ولا روح لعند حدا خلص رح انفذ تعليمات الدكتور انا واقعد ببيتي على كيفي ومرتاحه تعملي زينة العقل ام محمود وانا كل يوم بيجي لعندك شوف شو بدك بسوي لك اياه يو على هالحكي ليش انا وين رحت؟ شوفي ست هناء انت موظفه وعندك اولاد صغار ما رح تقدري تحوسي بام محمود اما انا فاضيه طول النهار ما بخليها تجيب كاسه مي وجوزك مين بده يحوس فيه؟ هلا بلشنا انتو التنتين لا تخانقوا مشاني انا بحوس لحالي بحالي وبكيف حالي تركوني لا محمود انت مريضة حبيبتي والدكتور قال لازم ترتاحي وانا رح اطبق كلام الدكتور انا ما برتاح الا اذا كنت لحالي اجا الاسانسير يلا تفضلوا وين اخذني ابو طارق؟ لا وين يعني على البيت لا مين قال لك اني انا رايحة على البيت؟ لك هلا وين بدك تروحي؟ اخذني ابو طارق على البريد يلا هون إذا كان مشان تبعتي بلقية لابنك على خور فكان أنا ببعت لك إياها. لك ما بدي أبعت بلقيات لحدا أنت التاني. لك كان شو بدك تسوي بالبريد؟ يصرف الجائزة. هيك وأنت بهالحالة. لك إيه شبه حالتي. طيب أنا باخذ النمرة بصرف لك إياها وبجيب لك المصاري. لا يا ما حذرت بنوب أنا شبني مثل الحصان بطلع على الجبل سرقن سرقن. سكر. إيه طلبوري. كتر خيرك جاب الله معك حبيبي مع السلامة سلم لي على أمه الله يسلمك الله معك مع السلامة على ما جيت على ما جيت على ما جيت قلت
ارتاحي على الكرسي. يلا ارتاحي حبيبتي انت. يعطيك العافية. الله يعافيك. اهلا وسهلا. نعم. جايين نصرف النمرة نحن. قديش قيمتها؟ الجائزة الكبرى 3 ملايين. وين النمرة؟ هاتي لاعطيها. استنى جميل أنا بعطيها مالي إيدين. شو هالزكاة تبعك؟ ها ليك شوفها. لك شو ها جايبين لي باب خزانة؟ أنا بشرح لك القصة. هذا يا سيدي الكريم الست أم محمود سحبت نمرة يا نصيب لحتى ما تضيع النمرة لزقتها على باب الخزانة، لما ربحت خافت تشيلها تقوم تنشق ما تصرفوا لها الجائزة، مشان هيك جبناها وهي وباب الخزانة. فرجوني النمرة. مزبوط هي تربح الجائزة الكبرى، ألف مبروك إن شاء الله. يلا لكن سلم لي المصاري بسلمك النمرة، سلم تسلم. بس ليك لا تبسبس لي من أولها، حلوان ما في لو تطلع عيونك بالطول وبالعرض. اختي ما بدي حلواني، المهم ما بقدر بصرف لك اياها لتشيلوها من على الباب. وبركي شقت بتروح عليكم الجائزه. شو خلص طولوا بالكم، اكيد الموظف عم يمزح. عم تمزح ما؟ ومين قال لك عم امزح؟ عم احكي جد. عم تحكي جد؟ بس مو معقول نمره بتربح 3 ملايين بترمى بالزباله. اكيد في حل لهالمشكله، في حل ما؟ اخي انا ما بحسن بصرف لك اياها الا تكون لوحده وسليمه. طيب اخي ممكن تتكرم علينا وتدلنا على غرفه المدير؟ ليش اخي؟ بدك تروح تشتكي يعني؟ لا ليش لا اشتكي، بالعكس ما شفنا منك غير كل طيب والله. بس الا ما يكون في عنده المدير حل لهالمشكله، اكيد عنده حل ما؟ ايه روح اخي روح، ليكو بصدر هنيك مكتبه، شرف. ام محمود لا تكلي هم، جائزتك بدك تقبضيها يعني بدك تقبضيها، هلا انا فوت لعند المدير واكيد رح يتفهم الموضوع، هاتي النمره عليك. لا استاذ جميل، انا فوت اجري على اجرك لعند المدير. شو يعني مالك مأمنتي لي؟ لا مأمنتك، بس يعني أنا لو مو مأمنتك ما كنت ركبت معك بالسيارة، كنت أخذت تاكسي. إيه كتر خيرك. هلا وينها؟ جميل فوت أنا وياك لعند المدير، دمعتين من هون، على آهتين من هون، على دعوتين من هون بيمشي الحال. مايا حاضر شرفي، استنونا هون، قومي لشوف. جاي؟ أهلين وسهلين. أهلين. ويطولوا المهم يقدروا يقنعوا انه يصرف الجائزه. معقول ما يقبل يصرفها؟ وليش ما بيقبل يصرف؟ وانا اصلا ما بعرف، اكيد لهم قوانين لهيك شغلات. الله يصلح هالام محمود، رح تسددها بوش الموظف وقالت له ما في حلوه، بدها تستنى ليصرف لها الجائزه وتصفى المصاري بجيبتها، بدها تقول له ما في. ليش تقول له ما في؟ تعطي كم 1000 ليره؟ عفان. طمنونا شو صار معكم؟ جوزك ابو طارق شو طلع شاطر بالحكي، ضل ياخده ويجيبه للمدير، ياخده ويجيبه لحتى فتر راسه وفتر دوخه وقبل يصرف الجائزه. وين المصاري؟ ليكن هون. شو ها؟ شيك. شو بدك تساوي فيه؟ شو بدي ساوي فيه؟ هذا يا ست الشيك بدي لك. امشوا هلا عجلوا، هلا بسكر البنك، خلينا نلحقوا. امسكي هي عني. وين يا خانم؟ والحلوان؟ ان شاء الله بينسرقوا منك بليله ما فيها ضوء قمر. أنا وين راكدة انتي؟ وانتي لغاية جاية كمان بهدلتونا بالبنك. ايميليا الخشمة يوعدوا هنيك. استنى لا تعصي. مرحبا يا أخي. أهلين وسهلين. مو هون بيصرفوا الشيك؟ أول شي لازم تروحي عند هديك الموظفة تاخذ منك الشيك تحقق منه وتعطيكي إرسالية لهون مشان تقبضي المصاري. ليش هاللفة وهالدورة؟ طالما بالأخير بدنا نرجع لهون ونقبضهم. ما بصير يا خانم هيك الاصول. طيب بلا اصول بلا فصول بلا حمص ولا فول، مو ابن حلال انت؟ مبين عليك ابن حلال مو ابن حلال. ابن حلال. خلص صرف لي اياهم. تكرم عينك يا اختي، رح اعطيك المصاري كلهم، جدا دخلين جو عم يتلقطوا، بس بالاول جيبي لي ارساليه، 5 دقائق جيبيها وتعالي. يا ام محمود الموظف عم يحكي مزبوط. انت هيك عملت لما صرف جائزتك. رجعنا. عم بمزح، عزي ولك، عم ترجعي الحق. مرحبا حبابي. اكتبي لي كم سطر ارساليه حبيبتي لهداك اللي مو ابن حلال. انت مبين عليك بنت حلال، اكتبي لي اوام ارساليه. انت عن شو عم تحكي؟ لو سمحتي بدنا ارساليه تصرف شيك. وين الشيك؟ ليك اعطيني اياه. لا ما بعطيك اياه لحتى تكتبي لي الارساليه. كم سطر؟ يلا. طب وين الهويه؟ ليك طالع ابن عمي. طالع منين؟ لا عمي انا بطالعه. صعبة يعني؟ تسلموا هالإيدين يا مجزة بناتك، أحلى منهم كلياتهم. ضابط. دوي دوي، ارجعوا لا تهدونا، ارجعي تودفي. جبت لك الرسالة، خليت الآنسة تكتب لك سطرين زيادة توصل. يا يلا، نقي لي إياهم جداد وبحبهم. رح نقي لك إياهم جداد، تكرمي. رح نقي لك إياهم خلنج، أما بحبهم ما بقدر.
لك ليش انت بخيل؟ ليش بخيل؟ هلا نحن واحد مننا وقت بيوقف على عربايه بردقان بده يشتري كيلين، ما بيحطوا له البياع بردقانتين تطبيشه؟ يعني ليش انت بخيل؟ نحن عم ناخذ من عندك 3 مليون، لازم تبحبح وتحط لي شي 200. دمي خفيف، ايه خانون، بايش بدك تحطي المصاري؟ جايبه معي كيس زباله سفكته من المستشفى، طالعه اوطاري. لك لا ما دخلني. ايه كل ما قلت لك طالع لي شغله ما دخلني. انا طالع وشو صعبه الشغله، تعال هات. صحيح. واحد. وقف شو هاد؟ شو عم تعطيني 200؟ اي رزم مصاري، كل رزمه فيها 100 ام ال 500، بيطلع لك عندي 60 رزمه، هي وحده. انت استنى شو عم تحط لي؟ بدي عدهم. معدودين على الآلة يا خانو. لك انا ما بفهم بالآلة، انا بدي عدهم بذات نفسي. يا محمود اذا بدك تعديهم اليوم ما بنخلص. ها شوفي وراي ليش انا ماشي، انا رايح لعند ريا وسكينة عديهم على كيفي. اروح as you like. هل بده يروح؟ يروح. واحد واحد. الله يجيبك يا طولة البال. وبعدين يا خانون وبعدين خلص الدوام بدنا نسكر. اعوذ بالله، وش مين متصبح انا اليوم؟ بوش مين يعني؟ بوش مرتك. رجعت خربطتني، بدي عدهم من الاول. واحد ابو طارق تعال شوفني وانا عم اعد المصاري، تعال رح يوقف القلب شي في تعال فشلي. عزفتكم معي ما هيك؟ ريحني جميل. قعدني. وشو شو عزفتينها؟ بالعكس فرجيتينا شيء ما شفناه بحياتنا. ايه ام محمود، وين بدك تضبي المصاري؟ لا تخافي علي، بلاقي لهم محل. لا ضبيهم منيح مشان ما يفوتوا الحراميه ويسرقوهم. لا تهكليهم، الا ما لاقي لهم مطرح ما تصل ايد لإله. هلا لو سمعتي مني مو احسن لي؟ شو كان بيمنعك انك تحطيهم بالبنك؟ منه بتضمنيهم ما حدا يسرقهم، ومنه بتستفيدي من فوائدهم. لا حبيبي، اول شيء الفائده حرام، ثاني شيء شو بيضمن لي انه ما يصير بالبنك شيء شورت ماس يعني كهربائي يعمل كونتاكت يحترق البنك كله ويحترق مصرياتي معه؟ مثل ما بدك، على راحتك، مصرياتك وانت ادرى فيهم. لك انا شو دخلني؟ انا حشرت حالي، اجري. يا لطيف، المصاري لستنا فرحتنا، طلعت ام محمود من المستشفى بالسلامه، قريت الف مبروك يا ام محمود. الله يبارك فيك. هلا هلا خذوني لبيتي. يلا حبيبي يلا تعلاني 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 يلي بيكسر شغله عيني بده يصلحها هو مجبور فيها، مو هيك ابو طارق؟ مو تحطوا لي قفل مثل تبع دكانه السمان. لا حبيبتي، هذا قفل مؤقت، بكره جميل بيجيب لك نجار وبيصلح لك الباب وبيرجع احلى من اول. لا تعذب حالك جارنا، ابو تحسين شاطر بنجاره وعنده عده، بكره بركب لها احلى قفل. ابو تكرم عينك ام محمود، انت بس امري. مع مين المفتاح؟ افتحوا لي. معي معي انا. جميل حبيبي انت تقبر قلبي، افتح لي لام محمود الباب، انا عم بسندها. ايه انا على مهلي. تقبري قلبي. ايه هرتي انا. ايه بدي لك فكره عندي. تسلموا ايديك ابو طارق. روحي روحي انا. الله يعطيكم العافيه. الله يعافيكم يا رب. انا ان شاء الله برد لكم اياها بالافراح. نسيتي هي ما بدك؟ هاتي هاتي بلا بدي اياها. ارتاحي ام محمود انت، ارتاحي. ايه يلا، وانا كمان لازم ارتاح، وانتي كمان ارتاحي، تفضلي ارتاحي عنا بالبيت. لا معلش شكرا، بدي اطلع ارتاح بالبيت. ايه على راحتك، خلص مع السلامه. العفا ما اقل ذوقها، على القليله كانت تقلنا تفضلوا بعد كل هالتعب اللي تعبنا معها. لا تقوم عملت هيك مشان ما نطالبها بالحلوان. بتعملها والله ام محمود بتعملها، يعني ما رح تفتح لي دكان لجوزي؟ ما معقول تخجلني، شو بدها تساوي بكل هالمصاري وهي ما عندها حدا؟ بجوز هي ما دخلتنا لعندها مشان هناء وجوزها، حايمين حواليها صار لهم 4 أيام ما فارقوها، أبصر شو بدهم يطلبوا منها؟ إي معها حق ما تلبيهم؟ هي موظفة وجوزها مدير، ما لهم بحاجة، بس أنا غير شكل، أنا فقيرة وأنا محمود بتحبني، لروح أطبخ لها طنجرة محشي ونزل لي إياها، وحاكيها مشان دكانة أبو تحسين، أكيد ما رح تخجلني. أمي أمي أمجد حتى أبيات بالغسل.
سيدي، بكره بتشوف انه ما رح تخجلني. بكره بتشوفي انت، هي حرمه ما منها خير. لك بعد ما كعينا معها وهلكنا وشقينا وتعبنا وفطسنا، استحي تقول تفضلوا على فنجان قهوه. قلعتنا تقليعه غير مباشره، عينك كنت عينك. إيه لا حبيبي، بكره شوف انه ما رح تشربنا فنجان قهوه بس، ورح تعطينا الحلوان، بس هي عملت هيك مشان ام تحسن. ايه بعت لحمة علقتنا علقه، بعدين طلبها كثير غالي، قال بدها دكانه لجوزها، يبعت لحمة. معه حق ام محمود. هلا طلب ام تحسين غالي وطلبك رخيص يعني؟ حبيبي طلبنا مهما كان غالي وكبير ام محمود رح تلبي لنا اياه، لانه هي بتحبنا هيك بتقول. بعدين طلبنا كيلو 100,000 ورقه، ما كثير، بدنا نرمم فيه ديكورات البيت. تفضل. اسمعي مني ولا تكسري نفسك، الا هي المره بخيله وما رح تعطيكي. بعدين البيت عاجبني ما بده ترميم، بكفي السنه الماضيه خربتي بيتي بجماعه السياحه تبعك مشان هي البزبوزه اللي ناحي المغسله على اساس ديكور. دخيلك انت والديكور. ام علي حبيبي انا بدي غيره مو عاجبني. ايه روحي غيريه انت، انا ما دخلني. رد لشوف. الو الو شو صوتها حنون؟